وفدان عسكريان رفيعان، الأول صيني والثاني روسي، يرأسه وزير الدفاع سيرجي شويغو. الوفدان شاركا كوريا الشمالية احتفالاتها بالذكرى 70 لانتهاء الحرب الكورية، مشهد يعبر عن تركيبة عالمية جديدة أقطابها روسيا والصين وكوريا الشمالية من جهة، والولايات المتحدة وحلفاؤها في الجهة المقابلة. فهل درست واشنطن خطواتها قبل أن تتخذ قرار معاداتها للقوى الثلاث ودفعها لتشكيل تحالف الرعب الأسيوي؟ فإذا ما تحالفت موسكو وبكين وبيونغ يانغ، فإن أكثر من 6 ملايين جندي سيتلقون أمراً واحداً، عدا عن احتياطي صيني الله وحده يعلم كم تعداده من بين 1.5 مليار إنسان. آلاف الرؤوس النووية وعشرات آلاف الصواريخ البالستية والعابرة للقارات ستكون بانتظار الضغط على أزرارها لتستهدف كل ما هو أمريكي في البر والبحار والمحيطات وفي الفضاء ربما. وما الحال الذي سيكون عليه حلفاء واشنطن في تايوان وطوكيو وسيئول؟ بين عام 2018 ومطلع عام 2019 زار الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون الصين 4 مرات، ولا غرابة، فالصين هي شريك تجاري لبيونغ يانغ ومن الداعمين لها. وبين البلدين تحالف الدم منذ مشاركة الجيش الشعبي الصيني في الحرب الكورية، والذي عبرت عنه بيونغ يانغ ببناء برج الصداقة. وفي أيلول عام 2023 زار كيم روسيا والتقى رئيسها فلاديمير بوتين في قاعدة فوستوجني الفضائية، وقد حصل على أقل تقدير على وعد بتزويده بتقنيات الأقمار الصناعية والغواصات النووية. بين واشنطن وموسكو جولات كثيرة ربحها حتى الآن الرئيس الروسي باستقطاب الصين ووضع بيونغ يانغ في كفته، ومحاولة الغرب عزل روسيا يبدو أن نتائجها تذهب باتجاه عكسي. فأي تحالف عسكري نووي بين القوى الآسيوية الثلاث سيكون بمثابة الكارثة على واشنطن، إلا إذا كانت الولايات المتحدة تعتبر أن تحالف أوكوس الذي يجمعها بأستراليا وبريطانيا هو ند للتحالف الذي يلوح في الأفق بين روسيا والصين وكوريا الشمالية، تحالف يشكل من الخطورة على أمريكا وحلفائها ما يؤكد أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب كان محقاً حين عبر الحدود إلى كوريا الشمالية والتقى زعيمها كيم جونغ أون وحاول إفشال خطة الدب الروسي فيما يسعى إليه.